دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، خلينا نتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم افتتاح فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب اللي بتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بساحة دار الأوبرا المصرية، وبيشارك فيه 26 دار نشر خاصة إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. النهاردة هيستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في 8 مساء فعالية جديدة من فعاليات صالون نيفرتيتي الثقافي. بيقيم الصالون هذا الشهر حلقة نقاشية موسعة مع مجموعة من المتخصصين في تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتراثها الإنساني بعنوان استرداد الآثار، معارك ضد جرائم السرقات والتهريب. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة، هيلتقي فاركو مع المصري الساعة 8:30 بالليل.